يتنحاو قاع، نحاو قاع. نقول لكم في قصة، كان نعرف واحد من الجماعة تاع المالك، واحد بدلي واحد تصويرة تعرفوها كامل، انسان ايرو لو بابل، بطل الوحيد الشعب، تعرفوها راكم شايفينها، كانت تكتب في البيوت تاع السونيلغاز هذوك، هذه كتبت بعد دخول جيش ما وراء الحدود الى العاصمة. قال لي واش تقول فيها؟ قلت له رائعة. وشكون اللي يقول بلي بطل ينفخونا؟ نقول لهم صحنا ابطال. قال لي مالا نقول لك حكايتها، هذيك حنا اللي كتبناها. قال لي انا كان في عمري 22 سنه كتبتها. وليه كتبتوها؟ مليحة. قال لي لا، قال لي كي دخلنا الذكر الحسن اللي لقيناه، وشكون عميروش بن مهيدي الحواس كذا كذا، قال لي ولا ذكر لنا. قال لي وبالتالي احنا لازم نحيو البطولة، القدوة اللي راها تخصنا اليوم، اننا يجب ان نصنع قدوة باش نتحركوا. ما نقدروش شوف كون ما نصنعوش قدوات والله ما نتحركوا. قال بلي شوف كيفاش خموا وعبالك هذم الخداعين هي دوات. قال نخرجوا نكتبوا انسى ايرو لو بابل، الشعب عجبته، الشعب البطل، لا بطل لا عميروش لا بن مهيدي لا اقضى على القدوة. قصة تعذيب اللي تقطع الودين وما نحكيها لكم، مش تعرفوها لأنها تنطبق على هذا.